بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن السمنة وكيفية علاجها مع الدكتورة رشا حسن، أخصائية الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي والحاصلة على دبلومة النباتات الطبية لعلاج السمنة والنحافة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة، شرفتينا وشرفتي بيت المصريين، ربنا يخليك. نورتينا وسعداء بلقاء حضرتك مرة أخرى. ربنا يخليك. حضرتك كنت وعدتينا وعدتي مشاهدي قناة الصحة والجمال وبيت المصريين بمفاجأة من الحلقة السابقة. حضرتك تقول لنا بقى ايه هي المفاجأة النهاردة، عبارة عن ايه؟ هي المفاجأة جرينو، منتج قهوة خضراء بس مختلف كتير عن القهوة الخضراء اللي موجودة. ده مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب، وعشان شغلي انا الخاص بقى هو بنستعمله في السمنة، في علاج السمنة، لانه بيقلل امتصاص الدهون والنشويات وكمان بيزود الحرق. تمام. طيب المنتج ده حضرتك مصري ولا مستورد؟ لا، هو منتج مصري تبع شركة سوفيل ميد، دي اللي بتنتجه يعني. طب ايه اللي بيميز منتج جرينو عن باقي منتجات القهوة الخضراء؟ اللي هو الطعم، يعني هو القهوة الخضراء اللي هي حاجة تانية غير الجرينو، الطعم بتاعها مش بيبقى مستحسن شوية. فالحالة ممكن تضيف مثلا قرفة او تضيف عليها قرنفل او ليمون بحيث ان الطعم بتاعي يبقى كويس، وبتعتبره كانه علاج او دواء يعني، مش شرط ان يبقى طعمه حلو يعني. اما جرينو فطعمه طعم نسكافيه، يعني حتى اللي هم الحالات ساعات بتبقى عايزه تمشي على الكافي ميكس او اللي هي المنتجات اللي فيها ماده مبيضه، ودي طبعا تتعارض مع الرجيم خالص، لان الماده دي فيها زيوت نباتيه، دي مرفوضه في الرجيم يعني. فهو الجرينو طعمه زي النسكافيه بالظبط، يعني لو انت مثلا حابه انك تخسي وبالفعل كنت ماشيه مثلا على المنتجات اللي فيها ماده مبيضه اللي هي المرفوضه، ممكن نمشي على جرينو. طعمه حلو، طعم النسكافيه ومستحسن، طعمه كويس مستحب يعني. تمام. طيب ممكن لاي شخص ان ياخذ هذا المنتج؟ هو ممكن من اول 10 سنين ممكن يمشي على جرينو كتخسيس يعني، او حاجه تزود الحرق. طيب ممكن ناخد حضرتك حاجه تانية مع الجرينو تساعد في التخسيس؟ ما هي لو الحاله نفسها مش قادره تتحكم في الشهيه بتاعتها، بندي حاجه مساعدة. فيها سيليوم، سيليوم هاسك زي اللانوركس اللي احنا قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت. دي قشور السيليوم اللي هي بتاخد بلق في المعده، بتاخد جزء من المعده، ف بتقلل الشهيه مع منتج جرينو يزود الحرق، والاثنين مع بعض يبقى ده اللي الحاله عايزاه. تمام. طيب ازاي وامتى اخد هذا المنتج حضرتك؟ قبل الاكل ولا بعد الاكل وكم مره؟ هو الاعشاب عامه بتتاخد يا اما قبل الاكل بساعه يا اما بعد الاكل بساعتين، بس منتج جرينو يستحسن انه يتاخد بعد الاكل. طب لسببين. السبب الاول ان طبعا بعد ما باكل نسبه الجلوكوز في الجسم بتزيد، وهو بيقلل امتصاص اصلا الجلوكوز، فده كويس ان هو هيحرق السكريات. تمام. تاني حاجه ان هو لو اتاخد قبل الاكل هتبقى المعده فاضيه، فهو ممكن يأثر على المعدة اللي هو غمامان نفس أو ترجيع أو حموضة، فيستحسن يكون بعد الأكل. تمام. طيب حضرتك ما هي فوائد القهوة الخضراء عموما؟ القهوة الخضراء عامة زي ما قلنا أول حاجة في التخسيس إن هي بتزود الحرق وبتقلل امتصاص الدهون وبتقلل امتصاص النشويات أو السكريات. تمام. تاني حاجة هي مضادة للالتهاب، فممكن اللي هو مريض الكبد اللي عنده التهاب في الخلايا الكبديه، او عنده تليف في الكبد، او عنده دهون على الكبد، وده بيبقى شائع جدا في مريض السمنه، بيبقى عنده سمنه كمان على الكبد، ممكن يمشي على القهوه لانه مضاد للاكسده زي ما قلنا. تاني حاجه بيحمي من امراض القلب كلها. تالت حاجه زي ما قلنا في التخسيس بيزود الحرق وبيقلل امتصاص الدهون والنشويات والسكريات. ممكن نستعمله كمان دكاتره الجلديه بيستعملوه عشان الشعر، لانه بيزود طول الشعر وكثافه الشعر. ليه علاقه؟ له علاقه. تاني حاجه كمان اللي هو مريض السكر اللي هو من الدرجه الثانيه، لان زي ما قلنا انه بيقلل امتصاص السكريات، فمريض السكر من الدرجه الثانيه ده برده كويس فيه. تمام. طيب هل القهوه الخضراء حضرتك لها اعراض جانبيه؟ طبعا. بس ده لو اتاخدت بكميات كبيره. هو طبعا الجرينو احنا بناخده مرتين بس في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. المره بتاعت الصبح يستحسن تكون من 10 ل 12، المره بتاعت العصر بتتاخد من
اتنين لتلاتة. ليه؟ لان هو تأثيرها بيفضل لحد 6 ساعات، ومشكلته اللي هو ممكن يأخر النوم. فان تمام. انا اخده طب لحد الساعة 5 ده كويس جدا، لان هو تأثير بيفضل من 6 ل 9 ساعات. تمام، على مدار اليوم. طيب حضرتك سمعنا ان القهوة الخضراء بتعلي الضغط، معنى كده ان مريض الضغط ما ياخدش القهوة الخضراء؟ هو اولا القهوه الخضراء ممكن تزود من 3 ل 4 درجات بس في الضغط، يعني من 3 ل 4 يعني درجات، نسبة يعني حاجه بسيطة. لا تذكر تعتبر يعني. تمام، وده يعني مش نسبة بسيطة. بتعليه غير لو انا باخده بكميات كتيره. هو المفروض القهوه الخضراء من 2 ل 4 كبس في اليوم. تمام، او هو حسب ارشادات وتعليمات الطبيب. تمام. هو المفروض نورمالي طبيعي بناخدها من 2 فنجانين ل 4، تمام بس هو الجرينو بناخده مرتين، مره زي ما قلت لحضرتك كده الصبح، ومره الصبح. بعد العصر. تمام. طيب القهوة الخضراء لها تأثير على النمو، لا ملهاش نمو تأثير، الجسم. لا لا ملهاش تأثير. طيب سمعنا حضرتك عن ماسك القهوة، ايه هو ماسك القهوة ماسك القهوة ده ازاي؟ اللي أنا باخد يعني نص كوباية القهوة أو فنجان القهوة، ممكن أحط عليه شوية لبن اللي هو البودرة، نعمل بس منه ماسك كده حاجة كثيف، جامد شوية. بحيث إن هو يتفرد على الوجه ويتساب 10 دقايق، وبعد كده يتغسل بمية فترة. تمام. ده بيعمل نضارة شوية، وخاصة طبعا للناس اللي هما بيخسسوا طبعا الوش اول حاجه بتتاثر، طب فالماسك ده ده كويس يعني. بيتعمل مرة مثلا كل يوم او الفترة المعينة هو الماسك وخلاص؟ بيتعمل مره الصبح ومره بالليل. مرتين في اليوم. والفترة معينة مثلا شهر شهرين هو وبوقف، دايما ولا بيبقى كل قد ايه من شهر لشهر ونص. مستمر؟ تمام. طيب هل هناك أغذية حضرتك بتساعد معينة للحفاظ على البشرة والوجه ونضارة الوجه هو أثناء التخسيس وانا بعمل اول حاجه فيهم تخسيس اللي هي القهوه الخضراء. القهوة؟ في الرمان، في زيت اللي هو بذر الكتان او الزيت الحار، في الخضروات، في اللي هو الافوكاتو، في كمان زيت السمك، المكسرات، الحاجات دي كلها بتحافظ على الوجه. تمام. لو في تليفونات او في اسئله يا جماعه افتحوا التليفونات للخطوط، لو في اي اسئله الدكتوره ترد علينا. طيب هل القهوه الخضراء مضره لمرضى السكر؟ لا، ما انا قلت لحضرتك هو هي للضغط اصلا السكر. بتقلل امتصاص السكريات او الجلوكوز. تمام، تمام. مش فهو ضار اصلا مريض السكر ممكن ياخده، ده هو بالعكس بقى، يعني احنا كويس معاه. بنستحسنه لمريض السكر. تمام. طب ايه التعليمات حضرتك لحاله عاوزه تخسس منطقه البطن؟ تمام. نعمل لها ايه التعليمات اللي حضرتك ممكن طبعا هي توجهها؟ تعليمات كتير، انا لو مشيت عليها حتى لو مش بعمل ريجيم منطقة البطن دي هتقل ان شاء الله. اول حاجة اللي هو هحدد الوجبة بتاعتي، الطبق تمام. بتاعي بيبقى محدد، همضغ ببطء، كميات قليلة كميات ولا انواع؟ كميات الاكل. اللي انا باكل يعني ما انا احدد بقول ايه؟ لحضرتك انا هحدد الوجبة، الكمية. معنى تحديد الوجبة، تحديد الكمية الوجبة اللي هو تحديد الكمية. تمام هبقى حريصة دايما ان الفواكه والخضروات يبقى زيادة، موجودة فيه. البروتين يبقى زيادة عن النشويات والدهون، وابعد شوية عن الدهون اللي هي المهدرجة. ممكن اللي هي الدهون المستحسنة اللي هو زيت الزيتون وزيت بذر الكتان زي ما قلنا. تمام. ممكن كمان تعمل الدهان زيت جوز الهند، ده كويس جدا، ده بيقلل تقريبا على منطقة تسعة البطن. سنتي لو استمريت عليها تقريبا 17 أسبوع، طب وزيت بتقلل الجنزبيل؟ ايه؟ سمعنا عن زيت الزنجبيل برضو. لا، في بقى اللي هو معلقة خل التفاح، ده برضو من الحاجات دهان المسموعة. دهان لا شرب، لا انا بتكلم على زيت في الزنجبيل حاجات اللي هو. موضعية كتير، في حاجات موضعية كتير، تمام. وعشان الزنجبيل له دور في الحرق، لكن فعلا احسن واحد فيهم اللي هو زيت جوز الهند، ده اللي تمام. هو الموضعي. تمام. بنحطه يعني على منطقة البطن. مهم قوي النوم. النوم مبكرا لا، طبعا، او النوم عدد كويس ساعات 8 النوم ساعات يعني. لان لو قل عن 5 ساعات انا بطني بتبدأ تكبر، تمام. ويبدأ ان انا اكل الشهية بتبقى زيادة. عشان كده القهوة الخضراء ممكن يبقى ليها اضرار، اضرارها ان انا لو اخدتها قرب النوم هتخليني اصحى بقى في ارق، ما نامش كتير، ممكن تزود الوزن، يعني سلاح ذو حدين. يعني القهوه الخضراء زي ما هي بتخسس ممكن ممكن استعملها بطريقه غلط تزودني، تزود. ان انا اخدها مثلا بالليل يبقى في ارق، يبقى ساعات النوم هتقل، ساعات النوم هتقل يبقى الحرق هيقل. حسب استخدامها يعني واستعمالها. طيب حضرتك ليه في ناس يعني لما بتاكل وتصحى الصبح عاوزه تاكل تاني، يعني رغم انها واكله اخر الليل هي تمام وراحه تنام، تمام تصحى الصبح بتحس بهبوط وعايزه تاكل يبقى هي وكده، مش م... يعني هي مش مقسمه الوجبات وعلى صح، العكس؟ هي مش مقسمه الوجبات صح.
هو المفروض انا في 3 وجبات رئيسيه وفي سناكس بين الوجبات، تمام؟ تمام. والى حد ما لو ثبت مواعيد فطاري وغدايه وعشايه فرق بينهم 5 6 ساعات، واي وجبه منهم 3 4 ساعات غير السناكس في النص، انا اكيد مش هصحى ان انا جعان. تمام. وعلى العكس احنا لما بننام مثلا جعانين او بناكل بدري شويه تمام. بنصحى عادي خالص، ممكن ناكل وبعدين في اي زي ما قلت وقت. لحضرتك قبل كده هو بيبقى تعود. انا ماكسيموم تعود بعد واحد الفتره اللي هي وعشرين يوم او 21 يوم.3 اسابيع. تمام. 3 اسابيع بيبدا جسمي يتعود على النظام ده، النظام بيبقى الصح. نظام حياه. انا لو كنت بفطر متاخر وعودت نفسي ان انا افطر قبل الساعه 10 الصبح، برضو بعد 3 اسابيع هبقى اتعودت خلاص ان انا اصحى بدري وافطر بدري واتغدى واتعشى واظبط المواعيد بحيث ان هي تبقى زي ما قلنا ثابته من 5 6 ساعات بين الوجبات في الوجبات. الرئيسيه. تمام. طيب حضرتك ايه النصائح اللي تحب توجهيها للمشاهدين؟ هو النصيحة انا قلتها يمكن الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، ان انا مهم قوي ان انا اصحى بدري، افطر قبل الساعة 10 زي ما قلنا، امضغ كويس، دايما الحاجة اخدها قطع صغيرة، يعني هاكل فاكهة او خضار تبقى متقطعة وكل قطعة هاكلها وهمضغها جاي ببطء، بحيث ان انا اي بني ادم في الدنيا مش بيقعد على الاكل اكتر من 1/3 ساعة، فان انا تمام. اقعد على الاكل واطول في المضغ هاكل كمية قليلة وبرضه هشبع. طيب عاوزين نعرف من حضرتك تأثير القهوة على الشعر. تمام. ما انا قلت لحضرتك ان هو ايوه في دكاترة البداية. الجلدية بيستعملوها عشان الشعر يبقى كثيف وطويل. تمام. طيب في اي مداخلات تليفونية يا جماعة؟ اي مداخلات تليفونية ولا اي استفسارات؟ الدكتورة مع حضراتكم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مداخلات تليفونية، واي حد عنده مداخلات تليفونية يتفضل معانا. طيب احنا النهاردة سعداء جدا بحضرتك للمرة ربنا التانية. يخليك. تسلم. نورتينا وشرفتينا، ميرسي جدا. ربنا يخليك. ويا رب تكون الحلقة نالت اعجاب المشاهدين. وتحياتي لحضراتكم، ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله مع الفقرة التانية من برنامج بيت المصريين. انتظرونا.